طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. بعد 18 سنة من بدء عملية غزو واحتلال العراق، بات الشعب العراقي من أتعس شعوب دول العالم، وبات التعليم فيه خارج التصنيف العالمي في جودة التعليم، وبات جواز سفره من أسوأ جوازات السفر في العالم. أما النظام الصحي فحدث ولا حرج، فضمن مؤشر الأمن الصحي العالمي فإن العراق وبفضل من يحكمونه بات في ذيل هذا المؤشر، ونسبة الفقر في ارتفاع حتى تجاوزت عتبة 30%، رغم أن العراق التاسع عالميا في الثروات الطبيعية. 15 مليون مواطن عراقي عاطل عن العمل بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية لإحصائية لها هذا اليوم، و10 ملايين عراقي تحت خط الفقر بحسب أرقام وزارة التخطيط، يعني أن 25 مليون عراقي تحت خط الفقر. فماذا بقي من تعداد الشعب العراقي؟ وأكثر من 500,000 طفل عراقي دون سن 15 منخرطون في سوق العمل، 50% منهم نازحون يعملون أكثر من 14 ساعة بأجر يومي زهيد، ما يرفع نسبة التسرب المدرسي. والحكومة في العراق أعلنت عن فرض ضرائب على بعض السلع والخدمات العامة ضمن مشروع الموازنة، مبررة ذلك بأنه لغرض سد عجز التمويل. ويستمر تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في ظل خفض قيمة الدينار من قبل الحكومة. كل هذا وانقضت 3 أشهر من 2021 ولم يتفق البرلمانيون والسياسيون على الموازنة المالية، فماذا ينتظرون؟ نتحدث معكم أعزائي المشاهدين حول أسباب تأخير التصويت على موازنة 2021 لغاية الآن من قبل البرلمان. طبعا فشل مجلس النواب في التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري، حيث أكدت مصادر صحفية أن البرلمان قرر تأجيل التصويت على الموازنة إلى الأسبوع المقبل بسبب استمرار الصراعات بين الكتل السياسية. يأتي هذا في الوقت الذي أكد أعضاء في لجنة النزاهة النيابية وجود صفقات خفية تجري خلف الكواليس بشأن التوافق السياسي لتمرير الموازنة للعام الحالي، وأن هناك كتلا سياسية تضغط على نوابها لغرض التوافق بشأن الموازنة عبر صفقات وصفتها بالخفية. وأشاروا إلى أن أغلب النواب يجهلون بنود قانون الموازنة، وهو ما بات يربك الوضع بشكل عام. طبعا حذر رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي حازم الخالدي من أن الموازنة المالية تتضمن مواد كارثية بحسب وصفه، وأشار إلى أن بعض الجهات ترفض تغيير سعر صرف الدولار، وقال بأن الموازنة تتضمن مواد تتيح أو تبيح أصول الدولة، وأكد بأنه لا توجد مساومة في الموازنة بين المحافظات، لافتا إلى أن هناك مجاملات سياسية بخصوص حصة كردستان العراق في الموازنة، كما أن الكتل التي ستصوت على الموازنة هي التي تتحمل مسؤولية الكارثة. مثل ما أشرنا بأن الموازنة ليس فيها تعيينات قبل حلقات سابقة، يعني مسودة الموازنة أشارت إلى أنها لا تتضمن تعيينات أو وظائف في دوائر الدولة. ماذا بقي من الموازنة؟ فقط رفع الضرائب، فقط ارتفاع نسبة الفقر. لماذا كل هذا التأخير؟ ما هي الأسباب؟ معنا اتصال أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق، برأيك لماذا هذا التأخير في الموازنة؟ يعني احنا راح نكمل 3 أشهر من عام 2021، المفروض الموازنة في أي دولة في العالم، فقيرة كانت أم غنية، يصوت على الموازنة قبل انقضاء السنة السابقة، يعني المفروض 2021 يصوت عليها في 2020 وهكذا. تفضل أبو عراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك.
اخوي العزيز، بالنسبه للموازنه اذا ما يتفقون كل من حصته بيناتهم، نعم يتفقون هذا الاتفاق، هم مو جايين لخدمه الشعب، نعم، ولا راح نستفاد احنا من عده، نعم. كم هالخلافاتهم يعني كل من حصته ما معروفه، خلافهم مو على الموازنه للشعب عمي، اختلافهم على مود الحصه مال كل حزب، نعم. كل جماعه لهم مختلفين عليها، نعم عمي، هم جايين دار الشعب، هم مو جايين لاصلاح الشعب، ولا اذا ما الله يخلصنا من عندهم والله العظيم البلد الى الهاويه بعد اكثر منهم. برلمان الله عليك، هو البرلمان اللي سوانا من تنصب لحد هسه، شنو اللي سوانا؟ اللي استفاد منه عند الشعب شنو هو البرلمان؟ قاعدين يضربون بهالرواتب، يضربون بالسفرات برا خارج العراق، وعارفين هذا الشعب تبتوا خلي مخافه الله عندكم، التبتوا على الناس هاي، تبتوا روحوا اذا هم صحيح ويقولون احنا برلمان نمثل للشعب، خلي واحد من مصر يروح للمظاهرات، يروح يسالوا يقول لهم عمك شو تجوا طالعين المظاهرات؟ خلي يطلع عليهم، نعم هذول ممثلين الشعب عم، ذولا هو اذا ما الله يخلصنا من عندهم، ولا والله العراق انتهى، والله انتهى بالتعيب بالبوك عمي، ذولا حراميه قفاصه، نعم الله ينتقم منهم ان شاء الله، اللهم ينتقم منهم بحق محمد وعلي محمد، نعم. مدمرونا والله دمرونا، ما كان في بوك بكم، انتم ما تخافون الله، ما تستحون، ما تخجلون، شعب ما رايتكم، كافي نعم. كافي اطلعوا، كافي واخذوا. وأنا أشكرك أخوي العزيز، أنا أشكرك أبو عراق من الفلوجة، كان معنا أبو عذاب من الموصل. أبو عذاب، اليوم لجنة برلمانية قالت بأن 15 مليون، لجنة العمل طبعا والشؤون الاجتماعية، قالت 15 مليون مواطن عراقي عاطل عن العمل، وموازنة 2021 كسابقاتها لا تتضمن تعيينات أو وظائف، رأيك؟ والله رأيي ابن عمي، رأيي هذا القفاصة إذا ما الله يخلصنا منهم، هيهات الله يخلصنا منهم، الساعة قصيرة، هذول شلون الحصاري خلهم يشيلون مسلباتهم ويطلعون اليوم قبل بعد جدار حلب، هذول خلوا ما خلوا ذولا حد يستسلمي، واحد على واحد تدين يقطعوا يزغى اليوم بطاجيات وصل الى 3000 دينار، الموصل راح انتهى، الرمادي راح تنتهي، خلوا من نوح ترفعوا على السامرة يقبلون السحابة بساتين، دا يبخرونها ورا 4-5 سنين يسوون مراحيبهم وجيساتهم. خلي ولين ويره وينحر اهله. ينحر العجم. الهادي خلي ينحر العجم. خلي ينحرون هذا الجار الحصان الناب. انت يا ولي انا وزير رئيس الوزراء. انت ما تقول هذا الشعب اليوم طال له 3 سنين سنتين. نعم. متدمر من هذه الكورونا. شوف العالم تحت الحلبة الشوارع. البصرة. الموصل، الرمادي، الحلة، الديوانية، تبهدلة الجنوب، تبهدلنا احنا، يأذيهم يأكلون، ما جابهم نقبور نخلفهم، هذا مال الشعب، اللي جاينا ورثة، إذا يندعونا ورثة، نعم طاحوا بسنا بالشتل، والشيعة بالجوع، وخلهم يخزنون السلاح وعبرون سوريا، ويجيبون يخزنون بسامرة، كل ما يصير الشيء دعك. هم اول من قبل اسبوع سووا مجلس ما حد سواها، كل الدنيا تندل. جابوا لهم يانا مفرودين من السجون ورجعوهم برا حجار، بهجر جتهم الطياره ضربتهم. هذول دواحش. هذول دواحش وجابوهم زاد على الموصل هنا، وكل الشهود عيان. بس من يقدر يحكي؟ بس ان شاء الله والله تلوم اكود، اكود ما يلحقهم انا قلوبهم اكود باي حدود. تعالوا اول وين؟ نطلع منهم غضب الله ومال الله وعبد الله. ايه هذوله؟ ما خلوا لعبه ولعبه، تقول شاكين نخلصهم احنا، شاكين نفسي نبوهم احنا، هذول ما جايين، جايوا اليوم مروا العراق بنوبه، دمروا بنوبه ذولا، حتى هذا ابو بلاج مال بعير سليم الجبوري، هذا قال سوى نفسه شيعي يخسر الردي، هذا جبوري زعم، من قال جبوري يخسر، هو على المعماري اندعوا نفسهم قاموا ينتقلون ويا الشيعي لقلق ميتهم، هذول وين يروحوا؟ ترى يا ليل هزمون بامريكا وبايران اللي التحقهم.
نعم ابو عماد. حقوق مستمر انا اليوم 4 سنين انا ما ادري ولدي وين، كل شيء ما عندهم مو قصه دواعش. نعم شغل حسنا ابن اخويا مفتوله 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 حسنا مفتوله كلها حسنا، وانا ممنون منك وشكرا. ابو عذاب من الموصل كان معنا. ابو زينب من النجف، يعني رغم انه الموازنة لغاية الآن لم تقر ونسبة الفقر فيه ارتفاع، تجي الحكومة وتقوم برفع الضرائب، يعني اليوم احنا عندنا رفع ضرائب على السلع، رفع ضرائب على شبكات الانترنت، على الموبايل، على الوقود بنسبة 15%، الموبايل وشبكات الانترنت 20%، التبوغ والسجائر بنسبة 100%، و 25,000 دينار للشخص اللي يريد يسافر عبر المطارات، وهاي الموازنة ما بها تعيينات، شنو فائدتها؟ يعني الجماعة دا ياخذون الشيء عندهم نقص بالموازنة، ايش عندهم تخصيصات، ايش عندهم حصص لجيوبهم صارت من جيب المواطن وقبلها خفض قيمة الدينار، رأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم. أولا هذه يعني المبالغ الموجودة حسن. نعم أبو زينب. حوالي يومين ثلاثة قالوا بس 113 يعني هذه ميزانية تجارية عندنا عدد تعظيم الموارد براس المواطن سووا 100 نعم. قال سعر الدينار البضائع كلها نتيجة. أنا أعتذر منك أبو زينب، أكو مشكلة بالاتصال، يا ريت تعيد الاتصال مرة ثانية دي يقطع الصوت. معنا محمد من السعودية، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الميزانية تقاسمونا الأحزاب. ألو. نعم أسمعك. أقول ميزانية تقاسمون أحزاب. ما يبقى ما يبقى هذا الفاسدين يا. نعم. بس أنا بقول كلمتين، سكة القطار حطوها معني. أسمعك. سكة القطار حطوها. لأن يصير في عملية تخريب عشان القطار ينقلب ولا ما لا ت. سلمية لا تقول سلمية، حربوا سكة القطار ما يلغونها ولا يشيلونها. شكرا. محمد من السعودية كان معنا. طبعا مثل ما أشرنا بأن الحكومة في العراق أعلنت عن فرض الضرائب على بعض السلع والخدمات العامة ضمن مشروع الموازنة، مبررة ذلك بأنه لغرض سد عجز التمويل. وقالت مصادر حكومية بأن الحكومة فرضت ضرائب شملت الوقود المستورد بنسبة 15% وخدمة تعبئة الموبايل وشبكات الانترنت بنسبة 20% والتبوغ والسجائر بنسبة 100%، فضلا عن فرض ضريبة بمقدار 25,000 دينار عراقي للشخص الواحد الذي ينوي السفر خارج العراق عبر مطارات العراق. معنا اتصال محمد من الموصل، تفضل محمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك حبيبي. 17-18 سنة بهذا السوالف. والله العراق الله يعينه، الله يساعد العراقيين، والله ينتقم من كل ظالم ما يخاف الله. نعم صح ولا؟ الله يعين العراقيين. نعم. شايف حال الموصل صار 7 أجل كم سنة صار 4-5 سنوات صار صح ولا؟ نعم مو صحيح؟ ايش سوى الحكومة؟ ايش سوى به؟ نعم سوى شيء؟ للأسف ها أخويا؟ نعم سوى شيء شغل عمل ماكو، ناس يتغدى ما يتعشى صحيح ولا؟ نعم لم يتم إعمار المدن المدمرة وعلى رأسها الموصل. والله أخويا شو كنت يدمر فرص المجلس ناسي من عمر بخط صبر هذا اليوم لهذا الفرص حاقد على الإسلام، شو وقت تدمر فرص المجلس من الأخير جي شو وقت تدمر فرص المجلس ناسي عيش يرتاح. نعم حياكم الله، هذا أخير كلام عندي، الله يسر عليكم على مدن. شكرا محمد من الموصل كان معنا. أبو صهيب من الأنبار. أبو صهيب
تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يعني في ظل استمرار تراجع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وارتفاع السلع، واليوم الحكومة راح تفرض ضرائب على السلع والخدمات في العراق، يقول لك حتى نسد العجز، عجز التمويل، الموازنة. رأيك بتأخير الموازنة، ليش يأخرون الموازنة كل هذا الوقت؟ أبو صهيب اسمعني من الموبايل مباشرة، الله يخليك، نص التلفزيون للأخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. الله يحفظك. هذا راني بس إذا أتكلم وياك عن هذي اللي بحوبنا ببغداد. اسمعني. أسمعك. تفضل أبو صهيب. أبو صهيب. نعم. تفضل أخي. أنا إذا أتكلم عن هاي المرض بغداد إذا حمنتفل عن طريق تكسوفة وإستفاد. ماذا أفهم عليك؟ نعم أكو مشكلة في الاتصال أبو صهيب، يا ريت ترجع تخابرنا مرة ثانية لأن الصوت مو واضح. أبو زينب من النجف يعاود الاتصال بنا، تفضل أبو زينب. أبو زينب من النجف تسمعني؟ أبو زينب، أبو زينب يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع أبو زينب من النجف. محمد من كربلاء، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم المباركة. حياك الله، يا هلا بك. برأيك ليش تأخر إقرار الموازنة لغاية الآن؟ يوميا الجماعة طالعين لهم بلاتيقة جديدة. أخوي عمر، اليوم صار 17 سنة. 17 سنة اليوم صار، بس الدمار والخراب والطائفية جابوها واحد. نعم. اوكي، والموازنة ما تنقر، لان كل من ياخذ حصته ويروح، لان الموازنة اذا انقرت مو بيد مجلس النواب حتى يقرها هي الموازنة، او يعرف ايش قد الموازنة، مو كيف مجلس النواب ولا النواب الموجودين. اخويا كيف الاحزاب؟ الموازنة كيف الاحزاب؟ نعم، وهم اعضاهم بالبرلمان، هم يمثلوهم. نعم. بالبرلمان. نعم. اثنين، الشعب ما رايتهم، بس الشعب كل من مال العراق لا جنوب العراق، الشعب كله ما رايت لا هاي الدوله ولا هاي الاحزاب. اطلعوا برا، اطلعوا برا، روحوا للدول اللي تتكمل العراق. الشعب ما جاي يقول لك الشعب احنا ما نريدك، اطلع برا، روح للدول اللي تزتك وجابتك للعراق، ما اريدكم عمي. اخوي استاذ عمر، نعم، والعراق ما يصفه ولا اعمار ولا خدمات ما دام الاحزاب موجوده وهي المسيطره على الدوله. زين، واقرا العراق السلام ما يصف العراق، دام موجوده الاحزاب ما يصلح. وبالمناسبه استاذ عمر، نعم، للمعلومه نعم. تعرف ايران حسب التقارير والوثائق الموجوده، ايران دفعت مليارات الدولارات في سبيل تجيب الطائفية والعنصرية للعراق. نعم والله العظيم. وأنا أشكركم وأشكر قناتكم المباركة. أنا أشكرك أخي محمد من كربلاء، كان معنا أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. مساء الخير لحضرتكم، مساء الخير لجمهور الغابدين. مساء النور، أهلا وسهلا. السلام. الصراع الموجود بمجلس النواب هو صراع يعني بين أعداء اليوم أصدقاء الأمس، يعني بين القوة، خلينا نقولها، جاي نتكلم عنها عن البرلمان، مو عن الشعب العراقي، لأن هذا البرلمان ما يمثل الشعب باعترافهم، هم يبون الانتخابات مزورة، هم نفسهم اللي قالوا. نعم. اليوم الكتل الشيعية تريد تمنع الإقليم كردستان، وبالتحديد الحزب الديمقراطي الكردستاني من أي امتيازات او اي شيء، انه يبين للشعب انه هو جاي يشتغل للشعب الكردي، مع انه اساسا هم جاي يسرقون باموال الشعب الكردي، يدون يسوون انشقاق بيناتهم. لكن هل الموازنه هذه هي تعبر عن يعني عن تطور الاقتصاد العراقي؟
هل تعبر عن استثمارات جديده للعراق؟ هل هذه المواطن اللي جاي يشتغلون عليها اساسا رجعوا الى تقرير ديوان الرقابه الماليه للسنه الماليه المنتهيه السابقه؟ طبعا لا، لان عدوها اساسا هم مو خبراء، يعني هم صاعدوا صرف الدينار العراقي حتى يبينون للعالم احنا ما عندنا عجز بموازنتنا او العجز قليل. بينما لو جيت للصحيح اساسا العجز بالدولار هو نفسه ما تغير، غيروا قيمه سعر الصرف او ما غيروها، حتى انه السعر الزايد من بعد ما صعدوا الدولار ما جاي يستثمرونه بشيء مهم، هو يعني هو بس نفقات، يعني ماكو ايراد. لعنده موازنة اساسا هم مو اقتصاد. اللجنه الماليه لو قلت لهم شنو السياسه النقديه للبنك المركزي ما يعرف، شنو سعر التوازن بين الدينار والدولار همينه ما يعرف، وبدليل اليوم 101 183 نائب موقعين يعدون يعيدون سعر صرف الدولار الى السابق الى 120 1120. يعني ادري انتم يعني مستخفين بالعقول العراقيه، هو الدولار شنو انت؟ العراق دكان تصعد وتنزل، غير اكو العراق مرتبط بالسياسه الخارجيه الاقتصاديه اللي برا، غير العراق اقتصاده يرتبط بالدول المجاوره، اذا اكو تضخم بالدول المجاوره اكو تضخم هنا، هي بس مجرد توزيع حصص، توزيع عقود حتى السنه هذه بيقوم فيها. نعم ابو علي، حتى انا اشكرك. نعم. ابو علي من واسط كان معنا. ام علي من ديالى، تفضل يا ام علي. أم علي مرحبا. أهلا وسهلا بيش. مرحبا، تفضل يا أم علي. يحفظ قناتك يا الله. يا أهلا وسهلا بيش، بس علينا الصوت شوي. الله يخليك. الله يسلمك. نصي التلفزيون يحفظ قناتكم الشريفة الأصيلة. الله يسلمك. الله يخليك. الله يسلمك. الله يكم يحفظكم. احنا تحصن غير الفقر والضين والكتل والطائفية، وولدنا كتلوها وبيوتنا هدموها والطائفية جابونا اياها. احنا جارتي شيعة، والله من طلعت اجرانا وطلعت كبت علي دموم، عندي بنات اثنين ورا الاحتلال انطيتهم لشيعة، مين جابونا اياها؟ هاي عمي مو شيعتنا الاصلية، هاي شيعة ايران بتجيب لنا هاي، وهذول البرلمانيين الجاحدين اللي يطيحون ما عندنا، يقول ما جاء البابا بيومين خلال يومين سووا التقنيع وسووا الشوارع، شو لهم ماكلين عماير وشو بالدورة شو مسوين الدور وشو مسوين الحقايق، يعني كيف تحسبوا عليها وتخجل، يقول لنا كل شيء ماكل بطاقة تمنية ذاتية، النفط ذاتي علينا، الراتب ذاتي علينا، ليش ولد ثلاث ولد لا راتب ولا شغل ولا عمل، منين نعيش بطل الزيت بثلاث آلاف، هو راتب 500 وشار يطونا يمكن وشار يطقوا علينا، جنوب بيتنا الهجم على روسنا حرقوا وهجموا على روسنا، ومأجرين آجار 300 الآجار يقل 200 إلا نقل الكهرباء للمولد للطبيب للمخبر المن حسب الله ونعم الوكيل، خليه يبرزون معمل جلسهم لما هذا قاعد الكامل ومنتجب الخليلة ويقول أنا رجال وفخيتي، زين ذاك اليوم طلع على واحد من الميليشيات ها وقال له أقص إذانك لا يرد علي لما هو صدق حاكم، عمي هم آلات نزح ليهم اسمهم آلات، هاي هي خلينا تحكمنا تقولهم أفتوا يفتون، يقولهم توقفوا ويوقفون، يقولهم اهجموا يهجمون، هم هذول آلات حسب الله ونعم الوكيل عليهم، وإن شاء الله الله ينتقم منهم وإن شاء الله يطلعون. وليد أرد البارحة اتصلت وطلع لي واحد من يمكن من طلع لي واحد يسموه أبو سعيد مدري سعيد، هو للمريض يترحمون يقول الله يرحمه بحالك، أنا ترحمت على صدام حسين، ليش هو بعد شوش القهر؟ لأنه هو مليشي، لأنه هو إيراني، هو لما قلبه يحكي لحرق على العراق، ولك هذا العراق العظيم، هذا الشباب الحلوة
لما ابن عمره 13 سنه ويقتلوه، ولما هذا نزور ويقتلوه اللي طالبوا بحقه يقتلوه، اللي يطلع من الظاهر يقتلوه. ليش؟ يظل نعم النبلس يا ما عندكم حظ وبخت طالعين ببرد وعلم تقتلوا. ليش؟ لما عندكم مرجله طالعوا مرجلكم على عراسكم يا بواويد. لا لا بس بدون تجاوز. انا ام علي، انا ام علي اعتذر منك او دائما النوه انه ما اريد اي تجاوز. اشكرك ام علي. ناصر من السماوة، تفضل ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا هلا بيك. شلونك؟ حياك الله. يا هلا بيك. ليش تتاخر الموازنه لغايه الان؟ ليش ما صوتوا عليها؟ صار لنا 3 اشهر دخلنا بالسنه الجديده. نعم ناصر. بالنسبه للموازنه هي شغله احنا راسونيه مو شغله. البصره عندك لما توصل هسه شمال العراق وحكومه تحكم. ماكو حكومة حيل. نعم. كلها شغله احزاب وسياسيين. الاحزاب والسياسيين مستغلين هاي الوضعيه يبنون مؤامرات، يبنون مجمعات لهم استثمارية ويشوفون وين المضر للشعب الحقيقي هم اللي يضرون به. نعم. يعني كنا قبل يعني انغشينا بهم هاي السنين الفاتت كلها مشينا وقلنا هذا زين وذاك مو زين، بس هسه اريد لي 30 واحد شريف. واحد يفضح واحد يفضح واحد. يعني هسه الشعب ليش نعم. نعم. ومخصص بعد الله فزعت الله. أنا أشكرك ناصر من السماء. وكان معنا أبو عمر من الموصل، تفضل أبو عمر. أبو عمر. نعم. تفضل عيني. يا ريت يا ريت تنص التلفزيون للأخير فدوة. أبو عمر من الموصل. نص التلفزيون للأخير أبو عمر. أبو عمر. تسمعني؟ ابو عمر. هناك مشكله مع الاتصال مع ابو عمر. ام محمد من كربلاء كذلك انقطع اتصال مع ام محمد من كربلاء. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه. ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد. معنا اتصال ابو احمد من ذي قار، تفضل ابو احمد. فصل الاتصال. ابو ياسين من بغداد، تفضل ابو ياسين. تحياتي. حياك الله. يا اهلا بك. اهلا وسهلا بك اخي. يعني هاي الحكومه بس البشر عطلوا عن العمل. عندك النخيل اللي قبل كان ذاك النظام اللي كان كل موسم ينتج الاف الاطنان للعراق. والأشجار اللي بندوها مال العراق كله، عندك مال ديالة مدينة البرتقال اللي كانت تنتج كل ما موسم شتاء صيف كل ما موسم آلاف الأطنان من الفواكه. وعندك البشر شي قتلوا وشي بندوا الثروة السمكية قضوا عليها. تعرفون هاي قبل كم سنة سووا بها آلاف الأطنان قتلوا هاي السمكية الثروة السمكية.
الحيوانات مكرم السامع، الابقار، الدواجن، الدواجن خو كلها وقفت مال العراق. يعني مو بس البشر وقفوا عن العمل، اخي هذا دمار شامل، هذا الدمار هذا حسبوا له حساب من 68 من 68 من صار العفو من 72 من صار تأميم النفط، هم اتفقوا مع ايران ودخلوا العراق بحرب مع ايران. هم ايران اللي دفعتهم امريكا ودفعتهم اسرائيل وفرنسا لكي يقضون على جمجمه العرب اللي هو العراق، وهذول ديولهم دولة. واردى اوصل كلامي للجيش والاحزاب، ترى هم بيكم استبحلوا علينا، واللي يقول انا احب بلدي وانا عراقي خلي يعوف هاي الحكومه وخلي يعوف هاي الاحزاب، لان بيكم دمروا البلد. هاي صار 18 سنه لا حد يقول انا على مود راسي، لا هذا وطنك، هذا مستقبلك، عوف هالزبايل هاي. بعد وين توصلوا البلد؟ بلد قطعوا جناحينا كله، ضلينا كل شيء ماكو. الله وكيلك، اغنى بلد هو بالعالم، ليش هالتحلل لا شغل ولا عمل؟ وليش اللي يتكلم بروح وطنيه يقتل؟ انا اذا هسه جاي اتكلم وياكم انا قاتل بمكان، انا هسه قاتل بمكان، يلا اتكلم وياكم. ليش اللي يحكي باطل العالم تريده، واللي يتكلم بروح وطنيه العالم تريده؟ والله مع الاسف. وانا اشكرك اخويا. شكرا ابو ياسين من بغداد كان معنا. معنا اتصال ابو احمد من ذي قار، تفضل ابو احمد. ابو احمد من ذي قار. ميسان. عمي ميسان من ميسان، حياك الله، تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. عمي مشبك قناتكم. الله يسلمك ويخليك ويحفظك ابو احمد. رايك بالموازنه، الموازنه لحد الان ما صوتوا عليها الجماعه بالبرلمان، والموازنة ما بها تعيينات، وأكو فرض ضرائب على السلع والخدمات. عزيزي. نعم. الموازنة هاي صار 18 سنة. ألو. أسمعك. أسمعك أبو أحمد. نعم. عمي الموازنة ما لنا علاقة بهاش. موازنة ولا أكو موازنة. كل ما في الأمر جماعة. عم مسائل الفقراء. جاي لا موازنه ولا نفط شيء ولا دوله اكو، الله وكيل. فاحنا عم حكينا به كفايه نعم. تقول حاجه ليش ما نتحد؟ عم هاي الناس اللي كانت جوع، ناس المهدمه بيوتها، وهاي الناس المخطوفه ومقتوله، ليش ما نتحد عليهم دول؟ ليش ما تتجمع؟ عمي ترى لو نحكي منا بعد 10 سنين ما نخلص وياهم دول. نعم. شاو على العموم وسووا اسواق بالدول وبالقرى بالعراق. عم انت بس احنا نريد حاجه، نريد لنا قائد، نريد لنا جيش هذا. نعم. اني اشكرك ابو احمد من ميسان. معنا ام محمد من كربلاء، تفضل يا ام محمد. من كربلاء ام محمد. هلا بيك ام محمد. من كربلاء ثانيه باقر اسماعيل. هلا بيك. ثلاثه راحوا ولدي. نعم. اثنين طابوك، اخويا محمد ضربوه طلقتين بالقلب. يا ريت تسمعيني، يا ريت تنص التلفزيون للاخير حتى افتهم عليك ام محمد. نص التلفزيون للاخير فدوه تسمعيني. وكل حقوق ماكو، وكل حقوق ماكو، وقاعده خراب وكلها حياية وعقار، واليوم صار الأسبوع غرفتين خبز أشتري بربع ما عندي. انتهاك حقوق الإنسان الذي لا بعده انتهاك. تسمعيني أم محمد؟ أم محمد. وحقوق ماكو رحت للمحاكم، رحت للقاضي، ما يشكونا وكل شكية ما عندنا، واني وحدي قاعدة بخرابة ومريضة اشتري دواء ما عندي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نعم. ما عندش رعاية اجتماعية؟ راتب من رعاية اجتماعية؟ راتب من رعاية اجتماعية 97 ما يكفن، ما يكفن. عندي سكر وعندي دهون وعندي امراض مختلفه اشكال، وبقيت وحيده ويتيمه اب وشقه.
حقوق بدا يعطون، ماكو حقوق يعطون بس ربعهم. نعم. نعم أنا أسمعك، ما يحتاج تسمعين صوتك مرة ثانية بالتلفزيون. أخوي محمد ما أنطى كل حقوق، مرضى طلقتين بالقب بالـ86 وقابلت الوزير ورحت اشتكيت وماكو تمثيل. يعني قابلت الوزير وما سوالك راتب؟ هذا يا وزير قابلتي؟ أي وزير؟ أي وزير قابلتي؟ بالـ86 عندي معاملات من الـ86. تمام. واحد تشرين أنا وأخوتي طالعين يحيى العظام وهي غنين. وين كتلوا أخوتك أبو محمد؟ أخوتي عندي ضوابط رسمية، ولدي سنين. وأخوتي محمد باقر انضرب طلقتين بالقلب، اللي ضربوه تبع إيرانية وياهم شرطي مفوض من شرطة كربلاء حاكم مرزوق، وقابلت الوزير وأخوتي سنين وبدي سنين انغدروا غدر جرائم منظمة. أنا من كربلاء أصفيها الصفي وطلع العدو، والعدو أنا دا أقابله وأشوفه بعيني، وهم هذول بني أمي وشموها دايرين علينا وكل حقوق ماكو. أنا من كربلاء، أنا عندي نضال وأنا وطنيتي قوية. أنا قاعدة بمكان أخوتي محمد باقر إسماعيل انكتل. بياسنا انكتل أم محمد. بياسنا 67 أخوي إسماعيل راح غدر كتلوه جابوه حرقوه جابوه غلوا عليه. أم محمد من كربلاء الله يعينك، الله يعينك أم محمد، كانت معنا من كربلاء، شكرا لك. بهاء من الموصل كان معنا. بهاء طبعا نرجع دائما ونذكر أخوتي حتى نفتهم ما تريد توصله من رسالة من رأي. نص التلفزيون يا أخي للأخير، يعني أم محمد نسألهم ما تسمع، فياريت تنصون التلفزيون الأخير، ما يحتاج. إذا تريد تسمع صوتك ممكن أنه أنت تشوف الحلقة على اليوتيوب، ترفع بعد البرنامج مباشرة، أو تشوفه على البث المباشر، ترجع على الفيسبوك. تفضل بها من الموصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. صح على حوال. الله يسلمك ويخليك أستاذي عزيز. عندي رسالة أوجهها إلى سجناء من الموصل، أخذوهم يعني بتهمات يعني عداوة شخصية، وصاروا 4 سنوات 5 سنوات في السجون بدون أي ذنب. نعم. إيه ماكو أي خبر عنهم، أي أولا. ثانيا البطاقة التومينية. نعم. الله وكيلك محمد كفيلك، ما عيش غير الطحين الفاسد ما ينشال. يعني أسعى أنا خبزه من عنده أسمر. نعم. ايه فارجو ان تقولنا حل للسجناء، اهم شيء السجناء، لان الله وكيلك محمد كفيلك. اقول لك الله وكيلك محمد كفيلك. نعم. ما عندهم اي ذنب. نعم. اخذوهم مجرد مخبر سري. وارجو منك ومن نقاط الرافدين توصل هذا الخبر للمسؤولين، لان الله وكيلك ماكو واحد يحل ويربط. نسأل الله أن يفرج عن جميع الأبرياء. بهاء من الموصل كان معنا. أبو سالمين من السليمانية. تفضل عيني، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك ويخليك. إليك أني أشكرك وشكرك جميعا. نعم. هذا العزيز يسكن في السليمانية. نازل ماضي من عام 2014 إلى عام 2020. أستاذ العزيز يعني كل أهل ما عقدنا إحنا، يعني ولا أي واحد ما جانس. نعم. وساعدونا الحكومة العراقية خلاص شهر. فيعني مسألة يعني أستاذ العزيز، يعني
اكو حل يعني اكو حل يعني. ابو سامين انتو بيا مخيم؟ مخيم عاشتي في السليمانية. عاشتي نعم. عاشتي 1 لو 2؟ نعم لا عاشتي 2. نعم بعاشتي 2. ايه صار لك كم سنة بالمخيم؟ تسمعني؟ صار لك كم سنة بالمخيم؟ أستاذ كم سنة صار لكم بالمخيم؟ صار لي 7 سنين بالمخيم. تمام. أنت بالأصل من يا منطقة؟ من أي منطقة بالعراق؟ أنا صلاح الدين ناحية يثرب. نعم قريبة على بس. نعم نعم معروفة. وما تقدرون ترجعون يعني؟ والله استاذ احنا نقدر نرجع بس استاذ وين نرجع؟ بيتك مفلش وكهرباتك قاسين البواري وماخذينها والناس بايقينها. نعم والمعلقات مفلشينها احسن لك كهرباء ولا اكو بيت عامر. نعم البيت ما انبنى الا بدمع العين يعني. ويجون ساعة الساعة يحطون عبوة مدي الشفال وكشونة ويتحقون على ما يعني. استاذ يعني تاني ناخي شفت البيت هذي لو تروح انت يعني اصر ولا تصور خلاص ما تصور رايحة تحيجة ولا عبارك ثار بيت هنا. نعم عزيز حل ماكو. يقول لك انت تعال ارجع. أنا وين أرجع يعني؟ أكو شيء أرجع عليه؟ أنا غير أرجع مثل من مثل الطفل يعني ما يوجد عنده كل شيء. نعم. أستاذ العزيز يعني قبل الهجرة الهجرة والمهاجرين. نعم وزارة الهجرة والمهاجرين. نعم. يعني جت هنا أستاذ يعني بقية يعني قالت راح أروح أزور مناطقكم. جماعة هناك أستاذ العزيز همين عندهم يعني شو تقول من الفاسدين فراح راحوا هناك أخذوها عين. شوفي هم ما يريد يرجعون هم جوا المخيم مرتاحين خذ على بيتين فلش هو بيوت كلها مهدمة ليش تجي على المنطقة؟ نعم يعني صار سنتين من رجعوا ومعاملين تاخذها هناك ليش ما تاخذها على بيوتنا؟ عينك وما مدت كلها مهدده خذها يعني خمان تحت خلي تفيدني. انا وقعت لك استاذ عزيز عماله تهلك الواحد الله شاهد يا استاذ. مخيم ابو سالمين وضعكم بالمخيم استاذ وضعنا نعم وتعال ما تطلع وشوف ماكو يعني صارت حيرة درب ضيق. نعم يعني الله وين ما بعد ما كل الطرق انسدت بس الله سبحانه وتعالى. نعم يعني وين نروح؟ احتياجاتكم ابو سالمين شنو احتياجاتكم الضرورية حتى يسمعوها الخيرين المنظمات؟ احتياجاتنا هسه اني راح يجي هذا الشهر وانا صاحب البيت كهرباء يطلع على البير هذا متفق هو وبالكهرباء حتى هنا يعني بالكراد همين اكو استقلال متفق هو وبالكهرباء امبيري يعني يجيني في الشهر. نعم النقطة الثانية استنى على المعيشة يعني راد مصرف هذا رمضان جي يعني ما يعني ما تريد تروح تجيب لك كيلو طماطم كيلو خيار ما نظل بس الدحج أو يعطوني عدسات تعتوين شوربه يعني هاي العدسات. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الله يعينكم. خلاص أنت إيش ما حكي لك يعني كود أنت تجيب عينك. نعم. شوفاني شاركت بحلقة قلت لك استاذ زورنا وشوف مخيم النازعين أنت تقول. نعم. لي مخيم تو صحيح أنا مخيم تو يعني أنت عندك معلومة. نعم
ان شاء الله ابو سالمين ان شاء الله الخيرين يزوركم باقرب وقت ويلبون احتياجاتكم. انا اشكرك ابو سالمين نازح من منطقه يثرب في صلاح الدين في مخيمات السليمانيه. طبعا مثل ما قلنا بان الحكومه راح تفرض ضرائب جديده على السلع والخدمات. اللجنة المالية توقعت استمرار تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، ومثل ما أشرنا في البداية إلى أنه 15 مليون عراقي بدون عمل، عاطل عن العمل بحسب البرلمان، نصف مليون طفل عراقي دون سن ال 15 دي يشتغلون 14 ساعة. ومثل ما أشرنا بأنه في إحصائية جديدة جاء العراق ضمن الدول الأقل سعادة في العالم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.